السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا الفيديو الجديد، والذي سنقدم فيه بعضا من اللقطات التي حدثت في مباراة الجزائر ضد جيبوتي، حيث أن لاعبي منتخب جيبوتي ذهبوا ليلتقطوا سيلفية مع رياض محرز بعد الخسارة أمام الجزائر برباعية نظيفة، حيث تسابق عدد من لاعبي منتخب جيبوتي نحو رياض محرز نجم منتخب الجزائر لالتقاط عدد من الصور التذكارية بعد نهاية مباراة المنتخبين في التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وحققت الجزائر فوزا كبيرا على مضيفتها جيبوتي بأربعة أهداف دون رد الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفية الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وشهدت المباراة جلوس النجم الخضر والمحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على دكة البدلاء في الشوط الأول، وعقب المباراة اتجه لاعب منتخب جيبوتي لالتقاط صور مع رياض محرز سواء صورا شخصية أو سيلفي، حيث يعد محرز من النجوم الإفريقية الحالية الذي يشهد أو يشد أنظار في كل مكان. وقد حصل يوسف بلايلي على ركلة جزاء في الدقيقة 25 من المباراة، حيث أخفق في تسجيلها قبل أن يعود اللاعب ذاته ليهز الشباك في الدقيقة 29 من زمن المباراة بطريقة رائعة ليضع الجزائر في المقدمة. وضعف سعيد بن رحمن الغلة في الدقيقة 40 قبل أن ينجح القائد سفيان فيغولي في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية فشل الحارس في التعامل معها قبل نهاية الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وقد أجرى جمال بالماضي مدرب الجزائر العديد من التغييرات بعد الاستراحة، وتمكن الهداف إسلام سليماني الذي دخل بديلا عن بغداد بنجاح، حيث تمكن من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 87 بضربة رأس جميلة بعد تسديدة من بالرحمة التي اصطدمت بالمدافع وعادت إليه، حيث رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقا بنقطتين على بوركينا فاسو وبفارق كبير بعدد الأهداف المسجلة، والتي تعادلت مع في أرضها مع النيجر بهدف مقابل هدف. إذن ويلتقي منتخب الجزائر في مباراة حاسمة مع بوركينا فاسو في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس عشر من نوفمبر الجاري على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة. إذن المنتخب الجزائري يكفيه التعادل في اللقاء الأخير للتأهل للدور الحاسم في التصفيات. إذن أعزائنا المشاهدين في آخر الفيديو أتمنى أن تتركوا لنا تعليقا حول توقعاتكم لنتيجة المباراة القادمة وتشكيلة الفريق التي سيدخل بها الكوتش جمال بالماضي لمنافسة بوركينا فاسو التي كانت تعتبر المباراة الصعبة في المجموعة ذهبا وإيابا بعد التعادل الذي حصل بين الفريقين في ملعب مراكش بالمغرب. إذا نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر أعزائنا المشاهدين، لا تنسوا دعمنا باللايك وتحفيزنا أو الضغط على زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.